أكيد تكركبت لما شفتها لشهرزاد. بس ما حسستها. كتير منيح. أكيد هي تفاجأت كمان. كتير. كان مبين إنها متضايقة والنار عم تطلع من عيونها. انزعجت لأنك دخلت بشركة جديدة. طبيعي تنزعج، بس بتعرفي؟ أنا كتير كنت غريب. شيت قدامه وجبرت حالي ما طلع لوراي أبدا. كنت مفكر إنه رح أزعل لأنها طلعتني من حياتها، وإنه حبي لإلها رح يقل. حبك ما قل؟ أبدا. تعرفي؟ كل ما أقول لازم أنساها وإني لازم أعيد ترتيب حياتي من جديد. تركينا منها. إيه، طالما أنت عم تلحقها ما رح تقدر تنساها. لا أنا ما عم بلحقها. خلص أنوار، لا تضحك على حالك. عملت شركة جديدة مشان تشوفها. إيه، يمكن غلطت وما كان لازم أعمل هيك أبدا. برأيي عملت منيح، رح تفهم هذا الشيء بعد ما تثبت براءتك. بس إمتى رح أثبتها؟ ما بعرف. أحياناً ما عم صدق. ياسمين كيف صار معي كل هالشيء هاد؟ صرت هدف لهيك افتراء ظالم. أنا ما عم بقدر صدق هالشيء. وما الأول اللي عملت هيك؟ لا، بس راغب بيك عم بيحاول وإذا ما نجح أنا رح أقدم السي دي للمحكمة. هذا الصح. عفواً. ألو؟ بالمكتب؟ لا، أنا بعدين بتصل فيك. هو أنا. الله معك ياسمين. شو في؟ شو بده يكون في؟ ما في شي. في شي جديد يعني؟ هيك شي خاص أو لا، والله ما بعرف لسه. الله يوفقك. طول بالك، لسه ما في شي. مع الوقت كل شي بيصير. خلي حدا منا يكون مبسوط على الأقل.